بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد. كان بيت عائشة وغرفتها بجوار المسجد ملاصقة للمسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في المسجد ولا يخرج منه، ويحتاج إلى عمل تسريح الرأس وتمشيطه وتدهينه، فكان يعطي عائشة رضي الله عنها رأسه وهي في بيتها وهو في المسجد، لأنها حائض ما تدخل المسجد ولا تجلس فيه إلا لأخذ ما تريد أو عطاء ما تريد والرجوع بسرعة، فلا تمكث في المسجد. فكانت ترجله يعني تسرح رأسه يعني تمشطه وتدهنه وتنظفه وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم معتكفا، ولا يدخل البيت لتمشط رأسه، ولا تدخل هي عليه المسجد لأنها حائض رضي الله عنها. فالحديث له دليل واضح على دخول على عدم دخول الحائض المسجد والجلوس فيه، عدم الجلوس فيه، وهو دليل على أن رأس المرء إذا أخرجه أو يديه إذا أخرجها من المسجد فلا بأس بذلك، وعلى أن المعتكف لا يخرج للحاجات المفضولة التي ليست بلازمة له، ولو كان يخرج لخرج عليه الصلاة والسلام وجلس معها في البيت وتركها تمشط رأسه، لكنه لم يفعل، دليل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لا بد منه، لا يخرج لكل حاجة، لا يخرج لتغيير ملابسه والاغتسال في الماء في البيت وغير ذلك من الأمور. وكان يدخل البيت إلا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، حاجة البول أو الغائط أو قضاء الحاجة أو الأكل أو استحضار الأكل للمسجد ونحو ذلك من الأشياء الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها ولا يستطيع أن يصبر عليها، بخلاف تغيير الملابس ومكالمة بالتلفون وغير ذلك، فهذه تبطل الاعتكاف ولا يخرج للعمرة
ولا يخرج لصلاة الجنازة في مسجد آخر وهكذا. مفردات الحديث: ليدخل اللام حرف ابتداء جاءت للتوكيد، وفي دخولها على الفعل المضارع تخليصه للحال كهذا الحديث، لأن الفعل المضارع يصرح للحال ويصرح للمستقبل، فإذا دخلت عليه اللام جردته للحال يعني للحاضر فقط. ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، ذلك أن بيته صلى الله عليه وسلم مجاور للمسجد. أرجله أمشط شعر رأسه وأسويه وأزينه. ما يؤخذ من الحديث: خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه بلا حاجة أمر يفسد اعتكافه ويبطله، ويجوز أن يخرج لما لا بد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقي وبول وقائط وطهارة واجبة ونحو ذلك. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل رأسه، وإنما يقربه من عائشة ترجله وهي في بيتها وهو في مسجده، لأنها حائض لا تدخل المسجد. لا تدخل المسجد إلا دخولا بلا جلوس، فالحائض قد تدخل المسجد تدفع العربية بصاحبتها أو تعطيها القهوة أو تعطيها شيء ما أو تخبرها بخبر أو تأخذ منها توجيهات أو نحو ذلك وهي واقفة، ولا تجلس في المسجد. وفيه دليل على أن خروج بعض البدن لا يعتبر خروجا ممنوعا، بل لا يزال صاحبه في المسجد. كان يخرج رأسه أو يطل من نافذة فيخرج بعض جسمه ونحو ذلك. إن لمس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف، وإن ملامسة الحائض للمعتكف وغيره جائزة، فبدنها طاهر وعرقها طاهر وعرقها طاهر ولم ينجس إلا مكان الحيض وهو الفرج. مكان الحيض نجس والفرج نجس بالحيض، وأما ما عدا جسم ما عدا الحيض في جسم المرأة الحائض فإنه طاهر، لو عرقت أو قطرت من ريقها أو شيء على بدن المرء فإنه طاهر وليس بنجس. والناس على طرف ثلاث حالات مع الحائض، الناس مع الحائض ثلاث حالات: حالة يلابسونها ويجامعونها ويعملون كل شيء، وهذه حالة النصارى الذين لا يتنزهون عن القاذورات، وحالة يتحاشون قربها وهي وسخة ولا يرون القرب منها، ولا أن تمس طعاما ولا تمس لهم ماء ولا شرابا ولا غير ذلك، وهذه حالة اليهود الشدة والقسوة والعياذ بالله. وحالة النصارى التساهل في كل الأمور، وحالة المسلمين هي الوسط الحسنى بأنها طاهرة ويلابسونها ويباشرون جسدها
ويضمها إلى نفسه زوجها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتذر فيضمها إلى نفسه ويباشرها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجماع، فجماع الحائض محرم، وما عدا ذلك فإنه جائز معها. نعم. إن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وإصلاحه وغسله، وأنواع التنظيف في البدن والثياب. الاعتكاف ما يأمر بالتقشف وعدم المبالاة والوساخة في الأشياء، بل يأمر بالنظافة، ويأمر بترجيل الشعر، ويأمر بتدهينه، ويأمر بتطيبه، وهكذا الأمور. فإنها من النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو في الحسجد معتكف، وكان يرجله ويدحنه ويحسنه عليه الصلاة والسلام. نعم. إن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد لئلا تلوثه ولحدثها الأكبر الذي لا يخففه الوضوء. ما يجوز للحائض حتى لو توضعت أن تمكث في المسجد، وإنما الدخول لها أن تدخل لكن لا تجلس فيه. الإسلام موقفه من الحائض موقف الطهارة والنظافة وموقف الاحترام والتقدير، فهو يعتبر مكان الحيض وهو الفرج أذى وقذر. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لأنه نفس المخرج ولقربه من الأذى والنجس. ولهذا تنزه عن عمل النصارى الذين لا يتحاشون عن جماعها وهي حائض. والإسلام يعتبر بدن الحائض طاهرا نظيفا، ويعتبر الحائض محترمة مكرمة، وبهذا يرفض شدة اليهود ومشقتهم التي ليس لها أساس. فالإسلام وسط وخيار بين الملتين الشاطحتين، ملة اليهود وملة النصارى. ملة اليهود تساهلت تساهلا عظيما، وملة النصارى تشددت تشددا عظيما، وملة الإسلام يعتبر الحائض كالطاهر سواء بسواء، لها أن تدخل في النسك إلا أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل المسجد الحرام فتمكث فيه، وإنما تدخل بدون مكث. وأما بدنها فطاهر، وتباشر الطعام، وتعمل لأهلها الطعام وهكذا، وتضم زوجها إليها ويضمها إليه، وتنام هي وزوجها في فراش واحد، لا بأس بهذا كله. ما وإنما على الزوج أن يتحاشى مس الفرج، لأنه هو موطن النجاسة. خلاف العلماء. اختلف العلماء في لمس الرجل المرأة بدون حائل وبدون شهوة هل ينقض الوضوء أو لا؟ فذهب الإمام الشافعي وأتباعه إلى أنه ينقض، محتجين بقوله تعالى: أو لامستم النساء. فإن سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، فملامسة النساء تنقض الوضوء. الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم يقولون: لا ينقض الوضوء المس بلا شهوة، لأن المس بشهوة من نواقض الوضوء،
لأنه عرضة لأن يخرج المذي، وأما المس بلا شهوة كان يمسك بيدها أو تمسك بيده أو يأخذ منها شيئا أو يعطيها شيئا، هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب الإمام الشافعي وأتباعه إلى أنه ينقض، محتجين بقوله تعالى أو لامستم النساء، فإنه حقيقة في اللمس، اللمس الذي هو المس باليد. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا ينقض، محتجين بما في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي. دل هذا على أن القرب من الماء ما يضر، وأن غمز النائم باليد بدون شهوة لا يضر المصلي، لأن البيت ضيق وقصير وقليل، فكانت تصلي وكان عائشة تنام بقبلة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يصلي وهي بين يديه، ولو أراد أن يسجد في أثناء الصلاة لابد أن يغمزها حتى تكف نفسها ويسجد في مكان جلوسها، فإذا غمزها بدون شهوة وهو يصلي فهذا دليل على أنه لا ينتقض وضوء الطاهر. وبما رواه مسلم والنسائي قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. كانت عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لما نامت عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل، والمكان ضيق، البيت ضيق عليه الصلاة والسلام، ما كان يتسع لنوم عائشة وانسداحها وسجود الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يحركها لترفع يديها لترفع رجليها عن مكان سجوده، لكن لما أراد أن لا تعلم عنه وأن تبقى نائمة خرج يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، فلما استيقظت فقدته، كان نائم بجوارها عليه الصلاة والسلام، فلما استيقظت وقدته ما كان بجوارها تخشى أنه ذهب إلى بعض نسائه فذهبت تبحث عنه وتلمسه في المسجد وهو ظلمة ما في نور، تقول فوقعت يدي على باطن رجله وهو منصوبة ويقول سبحان ربي الأعلى، يذكر الله جل وعلا، فهي خائفة على أنه ذهب إلى بعض نسائه وهو عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد. نعم. وممن ذهب إلى هذا القول علقمة وأبو عبيدة والنخعي والحكم والشعبي وحماد والثوري وإسحاق. ترى أبو عبيد ما أبو عبيد، أبو عبيد خير أبو عبيد. وممن ذهب إلى هذا القول علقمة وأبو عبيد والنخعي والحكم والشعبي وحماد والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. أما الاستدلال بالآية على النقض فغير وارد، قال ابن رشد في بداية المجتهد سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم المس في كلام العرب، فإن العرب تطلق على اللمس باليد مرة
وتكني به عن الجماع مرة كما في تكني به عن الجماع يعني المس يطلق مرة على المسك وهذا هو الحقيقة ويكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لامس النساء يعني جامع المرأة فهو يطلق على هذا وهذا فمن قال إنه كله سواء ملامسة النساء ناقضة للوضوء قال كما قال الله جل وعلا أو لامسهم النساء فهو ناقض من نواقض الوضوء وأما من فرق بين اللمس والمس وجعل المس المس النساء جماع واللمس اللمس باليد لا يؤثر فهذا هو الأقرب والأولى لأنه كناية عن الجماع والكناية هنا هي الكثير فيه بخلاف المس باليد فإنه لا ينقض الوضوء سبب اختلافهم قال ابن رشد في بداية المجتهد سبب له كتاب اسمه بداية المجتهد فيها المذاهب الأربعة يبينها رحمه الله والكتاب هذا مختصر ومرتب على أبواب الفقه يذكر مذاهب العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم المس في كلام العرب فإن العرب تطلق على اللمس باليد مرة وتكني به عن الجماع مرة كما في قوله تعالى أو لامستم النساء هذا كناية عن الجماع وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس حقيقة يطلق على المس باليد ويطلق على الجماع مجازا وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل دليل على المجاز ولكن لأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو المجاز منه على المطمئن من الأرض الذي الغائط المطمئن من الأرض المطمئن من الأرض هذا الغائط واستعمل مجازا في الخارج من الإنسان في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط المراد به قضاء الحاجة إذا جئتم قاضين حاجتكم من البول والغائط فعليكم بالوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط فالاستعمال هنا في المجاز أكثر من استعماله في الحقيقة التي هو الأرض المستوية المنخفضة قليلا ولكن لأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو المجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة والذي أعتقده أن اللمس هذا كلام ابن رشد والذي أعتقده يقول ابن رشد رحمه الله والذي أعتقده أن اللمس وإن كان دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا لأن الله تعالى قد كنا عن المباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس قال الشيخ أحمد شاكر
وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق وبحث واضح نفيس. قلت جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهو حديث مشهور. وبناء عليه ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن القبلة ونحوها وإن كانت لشهوة لا تنقض الوضوء، وممن أخذ به لأن القبلة واللمس الذي ناقض الوضوء مظنة ليس حتما ينقض الوضوء، إنما مظنة لخروج المذي، فإذا خرج المذي انتقض وضوءه، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة لشهوة لكنه مطمئن بأنه لا ينتج عن هذا مذي، ما ينتج عن هذا مذي، مع أن الناقض للوضوء هو المذي إلى القبلة، فإذا كانت قبلة بدون مذي فهذا غير ناقض للوضوء، وأما إذا كانت قبلة وترتب عليها المذي فهذا ناقض للوضوء. وممن أخذ به علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق، وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. والذين يرون القبلة بشهوة ناقضة حملوا الحديث على أنه تقبيل، هذا الحديث واقع وهذا الحديث صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، كما قال عروة يقول قلت أنت هي، وقبل أحد نسائه وخرج للصلاة، قلت أنت هي فضحكت، لأن خالة عروة هي خالة عروة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق فهي خالته، فلما قالت له تعطيه هذا الحكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى المسجد وصلى بدون وضوء قلت أنت هي فضحكت، يعني ما قالت نعم وإنما ضحكت استجابة لقوله أنت هي، يعني أنها هي رضي الله عنها. نعم. والذين يرون القبلة بشهوة ناقضة حملوا الحديث على أنه تقبيل رحمة ومودة لا شهوة، والله أعلم. تقبيل القبلة إذا كان لشهوة على القول الراجح أنها ناقضة للوضوء، وإذا كانت مودة ورحمة وشفقة فليست ناقضة للوضوء، وتظهر المودة فيما إذا قبل الرجل ابنته أو ولده الصغير فإن هذا لا ينقض الوضوء، بخلاف إذا قبل زوجته فهذا الظاهر أنه ينقض الوضوء، ولكنه عليه الصلاة والسلام أدرى بحاله بأنه لا يحرك خروج المذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وقف آخره يعني قول عائشة رضي الله عنها السنة يعني الشرع المطهر بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل المعتكف ألا يعود مريضا
ما يسوغ له أن يخرج من معتكفة ليزهد ليعود المريض ولا ليشهد جنازة ولا يمس امرأة لا يمس زوجته بيده ولا بفرجه ولا بغيرها ولا يباشرها ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. والمراد بالحاجة هنا البول والغائط، إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني أنه لا يجوز الاعتكاف إلا حال صيام المرء، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني مسجد صلى فيه الجماعة، وليس المراد صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تكرر بخلاف صلاة الجماعة، فيلزم الخروج فيه 3-5 مرات كل يوم، فإن خرج كثر خروجه، وإن لم يخرج أثم وتخلف عن صلاة الجماعة. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره، آخر قول ولا اعتكاف إلا بصوم، أن هذا موقف على عائشة أو على من بعدها، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، والاعتكاف إن وافق الصيام صام، وإن لم يوافقه فلا صيام. فعمر رضي الله عنه لما قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، مع أن الليل ليس محل الصيام. ولما اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال قضاء للأيام التي لم يعتكفها في رمضان، لم يثبت عنه أنه صائم في شوال، فلا يلزم الصيام على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. درجة الحديث. أصل الحديث في البخاري ومسلم من هذا أن من اعتكف لا يخرج لا للعمرة ولا للزيارة ولا للاستقبال ولا للتوديع ولا لأي حاجة من الحاجات، إلا ما كان ضروريا كان يكون ذرعه القيء فيخرج ليقيء خارج المسجد، أو بول أو غائط، أو يخرج للطعام الضروري. نعم، هذه التي يباح له الخروج، وأما ما عدا هذا للاغتسال أو للنوم أو غير ذلك فلا يجوز له، إلا إن اشترط هذا، والاشتراط محل خلاف، هل يصح اشتراط عمل ينافي الاعتكاف أو لا يلزم أن يكون ينافي الاعتكاف، فمثل نافات الاعتكاف أن يطلع يبيع ويشتري، يقول أنا أعتكف 10 الأواخر من رمضان، لكني أشترط أن أخرج الضحى إلى السوق فأبيع وأشتري، نقول لا يا أخي، هذا الاعتكاف ينافي الخروج إلى السوق، فلا يجوز لك. إذا قال أشهد جنازة فلان إن مات وأنا معتكف، أو أزور المريض فلانا المريض وأنا معتكف، أو أزور أقاربي وأنا معتكف، هذا لا بأس به، لأنه قربة وليس تجارة ولا عمل. أصل الحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. زاد البيهقي وقالت السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا إلى آخر الحديث. يعني معنى هذا الذي سألنا قبل أمس أو أمس عن خروج المعتكف للعمرة، يقول أفسدت اعتكافك، خرج لزيارة جدة أو زيارة مكان ما، أفسدت اعتكافك وهكذا. فالاعتكاف يلزم فيه اللزوم، لزوم المسجد، ولا يخرج إلا لما لا بد منه.
زاد البيهقي وقالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا إلى آخر الحديث، وإسناده صحيح، وأخرج أبو داود هذه الزيادة بإسناد جيد على شرط مسلم. مفردات الحديث: السنة يعني الدين والشرع، فعائشة رضي الله عنها أرادت إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. يعني أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وإن لم يقله مستقلا، وإنما هذا من شرعه عليه الصلاة والسلام. يعود عاد يعود عودا، فهو عائد، جمعه عود وعواد، أي زار المريض، فزيارة المريض تسمى عيادة. عيادة المريض. يشهد شهد يشهد شهودا، أي حضر، والمراد بذلك اتباع الجنازة حتى تدفن. جنازة بفتح الجيم وكسرها والكسر. قال جنازة ويقال جنازة، وهذه جنائز وهذه جنائز، الجمع يكون بالفتح فقط. جنازة بفتح الجيم وكسرها والكسر أفصح، وتخفيف النون جمعه جنائز، اسم للنعش عليه الميت. الجنازة ليس اسما للميت، وإنما للنعش، السرير الذي عليه الميت. قالوا ما هذا؟ قال هذه جنازة، إذا كان سرير عليه ميت، وإذا كان سرير ليس عليه ميت يقال هذا نعش. يمس بفتح الياء وتشديد السين، يقال مس يمس مس، من باب نصر لمسه، وأفضى بيديه إلى جسمه بلا حائل. ومس امرأته أي جامعها، وهو المراد هنا. لا يمس امرأه، لا يجامع امرأه ولو في الليل، ما دام معتكف ما يجوز له ذلك. يباشر، يقال باشر الرجل زوجه، لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد. لا بد أي لا محيص ولا معدل ولا مناص، وليس لك من ذلك بد، يريدون به الإطلاق على أي وجه كان، فبد لا يعرف استعمالها إلا مقرونة بالنفي. لا بد له منه، يعني يلزم أن يخرج لأجل هذا، مثلا الاستفراغ وخروج القي يلزم أن يكون في خارج المسجد، ما يجوز للمرء أن يرجع له في المسجد، وكذلك البول والغائط، وكذا الطعام يخرج، لأنه لا بد له من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، جمع الحديثين هذين رحمه الله في شرح واحد، لأنه أتى بالحديث الأول هذا الذي تلوناه، ثم مفرداته، ثم يأتي بالحديث الثاني ثم مفرداته، ثم ما يؤخذ من الحديثين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. هذا مثل ذاك الراجح وقف آخره، هذا وقفه كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف الصيام، أي أن المعتكف
لا يلزم فيه صيام إلا إن جعله على نفسه. قال لله علي أن أعتكف 10 أيام صائما في المسجد الحرام. يقول يلزم لأنك جعلت الاعتكاف والصيام على نفسك. يقول مثلا لله علي أن أعتكف في البيت في بيت المقدس 5 أيام صائما. يقول يلزم الصيام حينئذ. أما إذا قلت أعتكف 5 أيام في المسجد النبوي ولم تذكر الصيام فلا يلزمك صيام. درجة الحديث: الحديث موقوف. قال المؤلف: الراجح وقفه على ابن عباس. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. يجوز أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديثين تقدم حديث عائشة وحديث ابن عباس. تقدم أن معنى الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق ومناجاة الخالق، فيجب على المعتكف ملازمة معتكفه، ولا يجوز له الخروج منه إلا لما لا بد له منه من مأكل ومشرب وطهارة ونحو ذلك، فإن خرج بطل اعتكافه. لا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يزور قريبا ولا يخرج لأية قربة لا تتعين عليه، ولا يخرج لأية قربة، لا لصلاة المسجد في المسجد الجامع الكبير، ولا لشهود جنازة، ولا للإتيان بعمرة، ولا لحضور محاضرة بعيدة ونحو ذلك. أي قربة من القرب لا يجوز له أن يخرج لها إلا يخرج لهذه الأمور لما لا بد له منه. لا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يزور قريبا ولا يخرج لأية قربة لا تتعين عليه، وذلك بإجماع العلماء. قال أصحابنا: إذا شرط في ابتداء الاعتكاف الخروج إلى مثل هذه القرب من عيادة المريض وشهود الجنازة ونحو ذلك فله شرطه، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، ولأن الاشتراط يصير المشترط كالمستثني. قال ابن هبيرة: وهو الصحيح عندي. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمعتكف هذه الخصال، وجزم بذلك الموفق، وهو المشهور من المذهب. يعني أنه يجوز الاعتكاف مع شرط هذه الأمور. يقول: إني أعتكف مثلا، لكن لو مرض أبي فإني أزوره، لو مرض قريب لي فإني أزوره، لو مات فلان المريض أو مرض أحد ومات فإني أخرج معه وأشهد جنازته. فإذا اشترط هذا فلا بأس، أو جاء فلان فإني أخرج للسلام عليه ونحو ذلك، هذا جائز الاشتراط فيه عند بعض العلماء. والبعض الآخر لا يرون الاشتراط إلا في الحج، فالجماعة الذين رأوا الاشتراط والاعتكاف قاسوا على الحج، لقول ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله، أجد الحج وأجدني وجعة، ما أستطيع. قال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فحجت واشترطت أن محلي حيث حبستني، فصح منها ذلك. قالوا: بقية القرى مثلها،
له أن يعتكف ويشترط، له أن يزور، له أن يعتمر ويشترط، له أن يفعل شيئا من الطاعات ويشترط. قالوا الاشتراط جائز، آخرون قالوا الاشتراط ورد في الاعتكاف، ورد في فقط في لا إله إلا الله في الحج فقط، فلا يجوز للمرء أن يعتكف في أي عبادة لم يرد فيها الاشتراط. نعم. يدل الحديث على أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة، ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. استفتى بعض الأخوة قال هل يجوز لي أن أعتكف في مكتبتي؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تعتكف في مكتبتي، ولا أعتكف في المكتبة، ما أخرج إلا للصلاة. قلنا لا، الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، وأما في مكتبتك وبيتك فلا يجوز لك ذلك. قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا دليل الحنفية والمالكية. أما جمهور العلماء والمشهور عن الإمام الشافعي والإمام أحمد فلا يشترط الصوم، وقد تقدم. أسمع والمشهور عن الإمام الشافعي والإمام، قلت الإمام والإمام كلهم على حد سواء، إذا جريت واحد جرى ثاني معه، وإذا رفعتهما أرفعه جميعا. والمشهور عن الإمام الشافعي والإمام أحمد فلا يشترط الصوم، وقد تقدم دليله. وهذا الحديث الموقوف لا يعارض ما تقدم من الأدلة من عدم اشتراطه الصوم. الحديث رقم 587 صريح بعدم اشتراط الصوم، وهو مؤيد للأدلة السابقة. إذا نذر المسلم الصوم مع الاعتكاف وجب الوفاء من أجل النذر لا من أجل لزوم الصوم مع الاعتكاف. فمن نذر ليس بلازم أن يكون بصوم، فإن نذر الصوم والاعتكاف فيجب عليه ذلك. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. قال العلماء يستحب اشتغال المعتكف بالقرب من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وصيام، وليس له ذكر مخصوص ولا فعل سوى اللبث في المسجد. وأفضل الذكر تلاوة القرآن بتدبر، فهذا لا يعدله شيء. أولا ما يستغل به المسلم في الاعتكاف قراءة القرآن والتدبر فيه وقراءة تفاسيره ونحو ذلك مما يعين على فهمه وتدبره. ولا يلزم فيه شيء، لو دعا إلى المسجد واعتكف ونام ثم اعتكف ونام وكل وقت نائم فلا بأس عليه، فاعتكافه صحيح بالنوم، لكنه لا يخرج إلا لحاجة، والنوم لا يؤثر على الاعتكاف. الاعتكاف حبس النفس وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله. وعلى المعتكف اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام، لأنه مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. هذا في الاعتكاف وغيره، أن الإنسان لا يتعرض ما لا يعنيه وما لا يهمه. ليلة القدر وفضلها. القدر ينطق بفتح القاف والدال لا غير، بمعنى قضاء الله في خلقه من آجال وأرزاق وغير ذلك.
وينطق بفتح القاف والدال وسكونها. القدر والقدر، القدر يطلق على ما يقدره الله جل وعلا، والقدر يعني الإكرام والهيئة والتبجيل والتعظيم، تعظيم هذه الليلة، فكلاهما صحيح، ليلة القدر أو ليلة القدر. وينطق بفتح القاف والدال وسكونها، وهذا معناه الشرف والحرمة، وكلا المعنيين حاصلان في ليلة القدر، فهي جليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة تقدر فيها الأشياء وتقضى فيها الأمور التي ستكون في السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ففيها يفصل الأمر المقدر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة في كل ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك، من كل أمر حكيم أحكمه الله وأتقنه. قال الطيبي: إنما جاء القدر بسكون الدال وإن كان الشائع بالفتح، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، فإن القضاء قديم، وإنما أريد به ما جرى به القضاء وتبيينه وتجديده في المدة التي بعدها إلى مثلها من القابل، ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار. يعني يحصل في هذه الليلة المباركة ليلة القدر كل ما يجري إلى ليلة القدر من السنة الثانية. فهي ليلة عظيمة شريفة جليلة عند الله تعالى، لها مزايا عظيمة نلخص فيما يلي بعضها. أولا، ينزل الله تعالى فيها الملائكة من السماء إلى الأرض، وينزلون الله جل وعلا ينزل الملائكة، وهو جل وعلا مستوى على عرشه لا ينزل، ينزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فهو ينزل الملائكة في تلك الليلة. أولا، ينزل الله تعالى فيها الملائكة من السماء إلى الأرض، وينزلون ومعهم الخير والبركة والرحمة والأمان، ويتقدمهم الروح الأمين جبريل عليه السلام. ثانيا، ابتدأ في هذه الليلة الشريفة نزول القرآن الذي هو أعظم منه ورحمة على المسلمين. ثالثا، يحل فيها السلام والأمان من أول تلك الليلة المباركة حتى الصباح. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. رابعا، تقدر فيها الأمور للعام القابل، فتفصل تلك الأمور من الآجال والأرزاق والحوادث وغير ذلك، تفصل من اللوح المحفوظ وتتلقاها الملائكة الكتبة ليجري تنفيذها بأمر الله تعالى. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. خامسا، العبادة فيها خير من ألف شهر فيما سواها من الأوقات. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. سادسا، جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سابعا الدعاء فيها مستجاب، فقد روى الترمذي عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وستأتي. يستحب أن يكرر في ليلة القدر، في الليلة التي تحرى فيها ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فالله جل وعلا يستجيب لعبده ويعفو عنه ويوفقه للخير. وستأتي بقية أحكامها إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى بين ملتين شاطحتين؟ الملتين الشاطحتين البعيدتين عن الصواب. شاطح يعني بعيد عن الصواب، اليهودية والنصرانية، فهم على طرفي نقيض بالحائط، والإسلام دين الوسط والسماحة والسهولة. يقول السائل: أريد أن أشتري سيارة أجرة، وأحد الإخوة يريد أن يشاركني فيها، فهل لنا أن نتفق على مبلغ شهري لأعطيه إياه وليس نسبة؟ ما يخالف تعطونه مبلغ شهري سدادا للقيمة، إذا اتفقتم على القيمة. إذا اتفقتم على القيمة أن القيمة مثلا 50,000، تعطونه في كل شهر 1,000، كل واحد يدفع 500، هذا لا بأس. إذا كان قصدك غير هذا فلا أدري. يقول السائل: أنا مقيم في المدينة المنورة، وخرجت إلى بلدي في إجازة، ثم أتيتنا وزوجتي وأبنائي هم بتأشيرة زيارة 3 أشهر ولم تنوي العمرة، والآن أنا بمكة، من أين أخرج للعمرة، من المدينة أم من التنعيم؟ إذا كنت رغبت ونويت العمرة وأنت في المدينة فعليك أن تحرم من المدينة، أما إذا كنت لم تنوي العمرة إلا وأنت في مكة فعليك أن تحرم من الحل وتدخل مكة بعمرة. يقول السائل: زوجة عمي عمرها كبير جدا ما شاء الله تبارك الله، نقبل رأسها احترام لكبر سنها، هل في هذا حرج؟ لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك، لأن لكل ساقطة لاقطة، وهذه كبيرة عند الناس وعمرها 50 سنة، والأخرى كبيرة وعمرها 40 سنة، والثالثة كبيرة وعمرها 100 سنة، هذا لا يجوز، لأن لكل ساقطة لاقطة.